اللهم ارحم فقيدنا، اللهم جاف الارض عن جنبي، اللهم اجعل قبره نورا، اللهم افسح له في قبره مد بصر، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا يا الهي فتجاوز عن سيئاته. اللهم يا ربنا اجعل ليلته هذه خير ليالي، اللهم شفع فيه القرآن والصيام وسيد الأنام. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك يا رب.
فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو خصيم يحيي العظام.
صدق الله العظيم. ضرب لنا مثلا
شيئا أن
يا رب. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع وإليه ترجع سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
السماء
Oh.
أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقنا من طين لازب دحورا أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب سبحان خالق بل عجبة ويسخرون بل عجبة ويسخرون وإذا ذكروا بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة
أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم Get up!
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجع. إن إلى ربك رجع بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا بفضلك يا ربنا شر ما قضيت. سبحانك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت نؤمن بك ونتوكل عليك
عليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم هون علينا الموت وسكراته والقبر وظلمته والصراط وذلته والحساب وشدته ويوم القيامة وأغوانه. اللهم إنا نسألك يا ربنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضحي. يا الله اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير المحيا وخير الممات وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وتقبل صلاتنا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا. نسألك يا إلهي الدرجات العلى من الجنة. اللهم ارحم فقيدنا، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم اجعل قبره نورا، اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، كان مسيئا يا إلهي فتجاوز عن سيئاته. اللهم يا ربنا اجعل ليلته هذه خير ليالي، اللهم شفع فيه القرآن والصيام وسيد الأنام. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم بلغه ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه، واغفر اللهم لنا وله ولعامة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هو الله. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع الضياء والنور، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل، آيات بينات من
الذكر الحكيم. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله السجا القارئ والمقيم بزاوية حمور مركز ومدينة الدلنجان. أما الصوت والضوء والإنارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت تحت إدارة المعلم محمد مصطفى هلال المقيم بهذه البلدة. ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكور والبقاء لله وحده.